شركة جرين فالي هي منبثقة من شركة رضوان حمزة. شركة رضوان حمزة لها تقريبا 35 سنة في مجال الحديد، صناعة الحديد. في بيوت بلاستيكية كانت شركة رضوان حمزة 25 سنة تقريبا. انبثقت شركة جرين فالي من تقريبا 5 سنين من شركة رضوان حمزة بخبرتي أنا رضوان حمزة في صناعة البيوت البلاستيكية الحديثة المتطورة. وصلنا تقريبا إنتاجنا التقني بالطريقة الهيدروبونيك والتربة الصناعية، ونعتمد على البيوت الحديثة لإنتاج الخضار والفواكه كمان، بيوت الشبك وبيوت الأنفاق. بالنسبة لجرين فالي بتنتج البيوت البلاستيكية وأي مباني حديدية بأشكال ثانية برضو للسوق المحلي، للسوق الإسرائيلي وللسوق الخارجي. جرين فالي هسه موجودة على 7000 متر مربع. نتطلع قدام السنة الجاية القادمة إن شاء الله تبقى عندنا أخرى 5000 متر مربع. في صعوبات احنا بالخبرة اللي انا عندي 35 سنة في مجال الحديد والتجارة والصناعة والزراعة، اتمكنت من اني اتجاوز عقبات هذه في شراء الماكينات. احنا بنشتري ماكينات تقريبا كل سنة، بنشتري معدات ماكينات كبيرة، ونطلع ان نعمل نشتري كمان ماكينات. يعني الماكينات هي بتعمل الفينش والشغل حسب الخوارط اللي طلب منا. في التصميم احنا بنعتمد على نفسنا، لان احنا بنخطط نوع البيت حسب المناخ. فاحنا بنصمم البيت حسب قوة الرياح، قوة وزن الثلج، الاحمال للبيت داخل البيت، لان الخضار ثقيلة داخل البيت تحمل يحملها البيت كمان. صنع تركيا وعندنا روسيا، هسه بنشتغل على شركة مع روسيا ودول عربية ودول الخليج أكثر إشي. شركة جرين فالي أخذنا من 4 سنين شهادة الأيزو، ونسعى على أساس نعمل الشهادة من المواصلات والمقاييس من السلطة كمان. هسه عندنا حوالي 30-35 بين عام موظف، منهم حوالي تقريبا 18 مهرة. بالنسبة للتسويق منتجات الشركة عندنا تقريبا الخط الأخضر 30%، وللسوق الخارج 20 حاليا وقت الحالة، وللسوق المحلي 50%. احنا متأمل انه السنة هاي يعني من هلا نهاية السنة يبقى عنا 40% للسوق الخارجي. احنا ان شاء الله بنسعى لبداية السنة القادمة يبقى عنا خط انتاج البروفيلات للشركة. بالنسبة للمنتج الوطني الفلسطيني، احنا كشركة جرين فالي عندنا منتج عالي الجودة ومنافس الصناعة الإسرائيلية، وياريت انه كل الناس تشتري منتج فلسطيني، منتج وطني لدعم الاقتصاد الفلسطيني وتطويره. كل ما الناس التزمت بالمنتج الفلسطيني كل ما زاد الاقتصاد قوة وللأمام ان شاء الله.